تحت التحرير والتضحية والفداء والفداء المستمر من أجل العراق. ويانا الولد اللي الصبح اليوم الشغب لزموه وكسره وتكسره سبي أكثر من 8 كسور بجسمه. فلوس أشعة ما عنده. ضحى بروحه وكل شيء من أجل أن تستمر القضية ومن أجل العراق. مثل ما تشوفون اليوم والله الناس الخير اللي هناك تحت التحرير أخذته والأشعة والعلاجات. فأتمنى من قبل هذا البث أتمنى إذا شفتوه وأتمنى يوصل لأكثر عدد اللي يقدر يساعد الولد لا يقصر وياه، لأن الولد كل جسمه مكسر بعد هاي الصدمة ما يقدر يصعدها. صعدناه نشيله من شعره لأن جسمه كله مكسر. هو يوجه رسالة لكم، شو تقول للناس؟ اليوم عم طلعوا ترى تعبنا مكسرنا ما بينا حل بعد. أنت أصابتك كل يوم ايش قال لك الدكتور؟ يحتاج حتى حكي ما يقدر يحكي، مضروب براسه وهاي ضربته اللي بعينه وظهره ومكسور. قلنا محتاج بلاتين اللي يقصر وياه، اللي اتمنى منكم ما تقصرون اللي يقدر يقصر وياه، لان هذا مضحى بروحه. واليوم جابوه الدخله على الصفحه تقول المقطع اللي ناشر عني اجت كسور بجسمه. ندري بكم ناس خيرين وطيبين وشكرا لكم من ساحه التحرير.